الأخبار بالمغيبات وتبيان بأني نبي من الأنبياء وأنا عمري ساعتين ثلاثة وعمري يوم. شوف هكذا كانت قيمة مريم سلام الله عليها عندهم، إلا أنهم في لحظة واحدة هتكوا كل هاي المسائل. وهذا ديدن الشعوب. شوف النبي صلى الله عليه وآله أكثر شيء وصى عليه شنو؟ فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. وتاليها أول ما تغمض عين رسول الله صلى الله عليه وآله، أول ما بيت يهجم عليه في الإسلام بيت فاطمة الزهراء. يجيبون عم الجزل والنار لكي يخرج علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لهذا العقل ما يحتمل أبدا أن هذا الأمر سيكون يوم من الأيام وهذه هي وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله بفاطمة الزهراء عليها السلام. لهذا سليم بن قيس الهلالي رضوان الله عليه من الصحابة ما كان حاضرا يوم الجريمة، إجا فيما بعد الجريمة، رأى باب الزهراء محروق، قال يا جماعة يا معاشر المسلمين أوليس هذا باب فاطمة الزهراء؟ قالوا نعم يا سليم. قال بعد نعم تقولون؟ ما الذي جرى؟ أخبروني. أوليس هذا صوت فاطمة الزهراء تنادي وأبتاه ومحمدا؟ قالوا نعم. شنو صار؟ خبروني ماذا جرى في غيابي؟ ما دريت يا سليم، لقد دخلوا عليها دارها وعصروها بين الباب والجدار، وأسقطوا جنينها وأنبتوا المسمار في صدرها. يا سليم وجاءها الزنيم ولطمها على عينها. أيوة فاطمة ومصيبتها. قال ما يصير، هاي اللي وصي بها النبي كل يوم، فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. أهكذا يصنع بابنة النبي حرصا على الملك؟ فيا للعجب، ما أصدق، ما يحتمل عقلي. قالوا لصدق من؟ قال أصدق سلمان المحمدي. قالوا لروح اسأل سلمان. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استذانوا؟ فقال إيه وعزة الجبار ليس على الزهراء من خمار. شوت الزهراء لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. رحموا الزهراء لولا فمذراوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حشرة، تصرخ يا فضة أدركيني فقد وربي أشقط جنيني. فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذاك المسمى محسنا، وصاحت يا فضة صدري ينعاب، والله صدري ينعاب. محسن وقع يا معتبة الباب، اجت فضة ولقتها فوق الاعتاب، يسيل من الصدر وضلوع الدب، هيام يسيل من الصدر وضلوع. يا فقد من غشوتها قالت يا فضة أين علي بن أبي طالب؟
قالت يا فاطمة خذوا مكبل بحمائل سيفه، لطمت صدرها ونادت وعليا ومصيبته، وإن كان طلعوا بالوصي قوم اطلعني أنا نسيت العصر بالباب وتسقط جني، قوموا نروح القبر جدكم يا بنيني، أرد أخبر بفعل الدهار بعد الشوا. خرجت تنادي خلوا ابن عمي او الهكشف بالدعاء راسي، واشكول الاله شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله الا دوني، وهمت ان تدعو على اولئك الملاعين، فتحركت حيطان الجامع وتحركت المنازل ولاذ الناس كلهم بفاطمة.